السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخباركم ايه؟ النهاردة انا جاي لكم في الفيديو بقول لكم ان انا عملت قناة جديدة. القناة الجديدة دي مخصصة ان شاء الله لللايف بس. هعمل فيها طبعا لو في برسم، بعمل رسومات او اي حاجة لايف هعرضها عليها. طبعا الجيمينج، لو في حاجة طالع جيمينج لايف على من البلاي ستيشن هعرض عليها. فاللينك القناة هسيبه لكم في الديسكريبشن تحت. فحاولت افصل بين يعني القناة اللي انا شغال عليها دلوقتي، يبقى مثلا القناة القديمة او القناة اللي انا شغال عليها دلوقتي. القناة دي هتكون مخصصة لاخبار الالعاب واي حاجة تخص الالعاب، ولو في رسومات بعملها او اي حاجة دي بعرضها عليها. انما لو شغل مثلا بعمل الرسومات، بشتغل على رسم او اي حاجة زي كده، ممكن اطلع عليها لايف، اطلع عليها لايف من خلال القناة الجديدة. طبعا الجيمينج واللايف هيكون من خلالها، فحبيت افصل ما بين ده وما بين ده. فما تنسوش تشتركوا في القناة الجديدة وتكونوا داعمين ليا زي ما بتدعموني يعني. واللي ما اشتركش في الصفحة الفيسبوك، الانستجرام وتويتر، احنا عاملين شغل جامد جدا على الفيسبوك وعلى على الانستجرام، رسومات واخبار وحاجات جامدة جدا. فلو ما كنتش مشترك اشترك في القناة، اشترك في القناة واشترك كمان في الصفحات دي، فيسبوك انستجرام وتويتر. شكرا، سلام عليكم.